مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم جميعاً وين ما كنتوا عم بتتابعونا. آخر فقرة من برنامج جوك اللي شوي أجلناها لبين ما تكون الصورة أوضح، وتحياتنا لكل اللي عم بتابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقع طقس العرب. تحديثات جديدة، تفاصيل جديدة، والأمور شوي شوي بلشت توضح. هذا كل إشي راح يكون معانا مع الزميل المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر. محمد صباح الخير. صباح النور. يعطيك ألف عافية. كلنا ما نمنا، كلنا متابعين على الأبديتس أولا بأول. صحيح. مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصفحات وبعض الناس اللي هواة الطقس بلشوا ينشروا إنه رجعت الخرائط تحسنت، رجعت بما يخص المركز الأوروبي. صحيح. إحنا مبارح كانت كل النماذج بجهة، خلينا نكون صريحين مع الناس أكثر. صحيح. والأوروبي كان بجهة، يعني كان حاطط ثلوج ولكن على نطاقات ضيقة على كذا. صح. ولكن اليوم بتحديثات الصباح قبل تقريبا نص ساعة الأوروبي تحسن. صحيح. تفاصيل الحالة الجوية، هل وهذا سؤالي وسؤال المتابعين، هل صار في لمحة أوضح، صار في تفاصيل أوضح للحالة الجوية محمد القادمة علينا؟ هل فعلا بشكل صريح بدنا نحكي ثلوج، ممكن نحكي اليوم عن تراكمات، ممكن نحكي اليوم عن ارتفاعات، ولا نفضل انه ننتظر اكثر لتعلى الدقه؟ المايك معك سيدي والكاميرا معك، تفضل. بالعكس صباح الخير اسامه، يعني زي ما كنا نحكي تحت الهواء. نعم. فعلا تغييرات عديده على الخرائط، متعبه النظام الجوي. صحيح. خلينا نستعرض مع بعض مخرجات المراكز العدديه بشكل عام. نبدا بالمركز الامريكي. نعم. صباح هذا اليوم اخر المخرجات صدرت تقريبا من حوالي ساعتين. مخرجات المركز الامريكي زي ما انت شايف اسامه في هذه المنطقة، اندفاع الهواء البارد باتجاه المنطقة الشرقية البحر المتوسط. نعم. تشكل منخفض جوي. خلينا نمشي بهذا السيناريو أكثر. هذا السيناريو بعطينا أنه الهواء البارد يتعمق ويتموضع في المنطقة الشرقية البحر المتوسط. زي ما بنلاحظ الخط الأزرق. نعم. هو خط تقريبا يعني ينوم على وجود أجواء قارصة البرودة وقطبية، ونستطيع القول بشكل مبسط أسامة بأن الخط الأسود هذا هذا عبارة عن خط الذي يفصل الهواء القطبي من غير القطبي، والخط الأزرق هو الهواء الذي يفصل أو الخط الذي يفصل بين فرص تساقطات ثلجية أكثف، واللون الأخضر هو فرص تساقطات ثلجية عادية. فالمركز الأمريكي ما زال يضع فرص مرتفعة. لو حتى بنشوف مع ساعات مساء يوم الخميس الأربعاء عفوا، نلاحظ الهواء البارد كيف متعمق إلى وسط وجنوب المملكة، وعندنا منخفض جوي متمركز إلى الغرب من سوريا، الهواء البارد يعني يندفع من القارة الأوروبية باتجاه شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة. هذا السيناريو، سيناريو المركز الأمريكي، يعني جيد وقوي نسبيا، وهو من أقوى النماذج العددية حاليا بالنسبة للسيناريو هذا المنخفض. فكملخص للمركز الأمريكي، المركز الأمريكي يتوقع حالة قوية، منخفض جوي ذو درجات متقدمة، أمطار وثلوج شاملة وغزيرة ومناطق مختلفة من المملكة، وهذا فقط قراءة واحدة لمركز واحد أمريكي أو المركز الأمريكي. ميبا. لو ذهبنا إلى سيناريو آخر وهو المركز الكندي. أوكي. المركز الكندي للتنبؤات الجوية، إذا بنذكر خلال يوم الخميس الكندي كان متفائل وكان حاطط يعني إشي قوي جدا. صحيح. جدا رجع تراجع. في تراجع. صحيح. في تراجع. لو أخذنا المركز الكندي، فالمركز الكندي لو نرجع نشوف الخرائط راح نلاحظ أنه نفس الشيء. نعم. بدنا نشوف كيف مع بعض. المركز الكندي هبوط الكتلة الهوائية، هذا الخط الأزرق اللي تحدثنا عنه قبل قليل. لو نمشي في المركز الكندي بنلاحظ حدوث تعمق كبير للمركز الكندي، ولكن بنلاحظ زي ما انتم شايفين بالشاشة في مركز المنخفض الجوي في منطقة جنوب جزيرة قبرص، وبالتالي الهواء البارد وهو يهبط من القارة الأوروبية باتجاه المملكة يتجه بهذا الأسلوب باتجاه الجنوب الغربي. هذا السيناريو نوعا ما حرج قليلا، لأنه يجلب معه دخول الهواء البارد من الأراضي المصرية قبل دخوله باتجاه المملكة. وبالتالي هذه الحالة الجوية وهذا السيناريو يكون سبب بأنه أحيانا يكون في عندنا تقطع في الهطولات، وأحيانا يكون لدينا حتى غبار يسبق الهطولات. بعد ما يتحرك هذا المنخفض الجوي نحو الشرق والشمال الشرقي كما سنلاحظ، تحرك هذا المنخفض يصبح المسار ممتاز لأن تحدث تساقطات ثلجية ليلة الأربعاء على الخميس. فكملخص المركز الكندي، طبعا لو مشينا أكثر قبل ما نحكي ملخص، نلاحظ أنه بدأ بعدين انسحاب وتحرك منخفض باتجاه شمال العراق واستمرار تدفق الرياح الباردة ولكن بصورة أضعف
وتقل تدريجيا. كملخص للمركز الكندي، المركز الكندي أسامة واضح عندنا بأنه سيناريو أضعف قليلا من المركز الأمريكي، كان العكس سابقا، كان المركز الأمريكي هو أقوى من المركز الأمريكي، الآن أصبح الكندي في المرتبة الثانية من حيث القوة. لما تحدث عن القوة تحدث عن كنظام جوي، سنرح ندخل أنا وياك بالتفاصيل ونحكي شو متوقع كتسلسل الزمني، ولكن كمخرجات نماذج عددية للمهتمين واضح لدينا بأن المركز الكندي الآن في مرحلة التراجع وليس كما كان قويا، ولكن لا يمكن إنكار بأنه يحمل في طياته. شوف بس محمد، أنا بدي أحكي شغلة ولا قطعنا بحديثك، كلمة تراجع بتخوف بالنسبة للناس. صحيح. بس أنا حاب برضو أحكي للناس إنه إحنا عم نحكي عن مقارنات. صحيح. وليس تراجع بالحالة الجوية، عشان نكون واضحين مع الناس أكثر. صحيح. عشان ما يبلشوا يحكوها كنتوا تحكوا ثلج وفي تراجع. صحيح. إحنا بنحكي تراجع على مخرجات نماذج عددية. صحيح. ولكن خليكم معنا مشاهدين الأعزاء عشان نعرف ملخص للحالة الجوية. صحيح. الثلوج موجودة يا أخوي، بس كملوا معي. يلا تفضل. صحيح. فهذا بالنسبة للمركز الكندي. لو ذهبنا إلى طبعا واحد من أهم النماذج العددية اللي هو الأوروبي، لمبارح كان عامل مشكلة. صحيح. نعم. مركز أوروبي على ما يبدو هناك معاناة في استشعار كيفية دخول الهواء البارد للمنطقة. فسنذهب سوية إلى، يعني خلينا نشوف مع بعض دخول الهواء البارد. لما ننتقل ليوم الثلاثاء أعتقد هذه الخارطة. نعم. إذا لاحظ كيف أسامة شكل الخارطة مختلف قليلا، لكن هذه الخارطة فيها تحسن كبير جدا بالمقارنة مع الخريطة التي كانت يوم أمس. إذا الأوروبي تحسن. صحيح. هذا اللي بدنا نحكي 100%. المركز الأوروبي أصبح يستشعر تحسن ملحوظ، حتى شكل المنخفض الجوي تمركزه إلى الشمال من سوريا. يعني لاحظنا المركز الكندي قبل شوي كان المركز إلى الجنوب الغربي من جزيرة قبرص، لاحظ هون حتى باسم مع بعض نبين معك، لاحظ أن المركز الأوروبي يستشعر وجود المنخفض الجوي. نعم. إلى الشمال من سوريا، هذا يعني أن الهواء البارد يلتف بالخطوط اللونها أبيض، يلتف بهذا الشكل ويدخل باتجاه المملكة بأسلوب مريح. طبعا واضح لدينا هذه الخريطة ليلة الثلاثاء الأربعاء، سنتحدث عن ماذا يعني وجود هذه الراحة في خطوط الضغط الجوي ليلة الثلاثاء على الأربعاء. طبعا لما يمشي الخريطة اللي بعدها اللي هي ليلة الأربعاء على الخميس، هذه خريطة أيضا جيدة جدا، تحسن بها ملموس عما كان عليه سابقا. نلاحظ وجود مركز الهواء البارد رغم أنه انسحب إلى الشمال، حكينا قبل شوي أنه الخط الأسود هذا هو يفصل ما بين الهواء القطبي وغير القطبي. اللون الأزرق ينوم على وجود قيم متدني للغاية، تنوم على غالبا وجود عاصفة ثلجية، واللون الأخضر هو ما بينهما. فبالتالي المملكة تقع ما بينهما، وهذا شيء عادي، يعني العديد من العواصف الثلجية والمنخفضات الثلجية عفوا كانت المملكة ضمن هذا الإطار أو هذا النطاق من الألوان. فاللون الأخضر هو لون ينوم على وجود هواء بارد أيضا بشكل كبير ليلة الأربعاء على الخميس. طبعا. وهذا ما تشير إليه النماذج أو النموذج الجوي الأوروبي. يعني بنحكي عن زخم الحالة الأربعاء على الخميس محمد، خلينا نروح على الملخص. طيب ممتاز. أنا هذا اللي بدي أسألك إياه هلأ للمهتمين، والواضح أنه شريحة المهتمين محمد كبرت جدا. صحيح. صرنا نسمع مواطنين عاديين عم بيحكوا الأوروبي تراجع، الأمريكي تقدم عنه. صح. كذا من كثر الاهتمام بالثلج والبجوز الاشتياق لموضوع. صحيح. الثلج محمد. صحيح. أكثر كلياتنا مشتاقين لموضوع الثلج، صار في ثقافة أكبر عند الناس. صحيح. ولكن الغالبية العظمى، وأنا متأكد حاليا في تعليقات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلصنا يا محمد أنت والجتاوي، عطونا ملخص والزبدة. صح. لا تقول لي نزل الهواء، ولا تقول لي شبك من. صح. هون، ولا تقول لي هاي القصص، أنا بهمني الزبدة. صح. صح. حلو. صحيح. محمد، واضح انه في تفاصيل جديده معنا، واضح انه هاي الخرائط كلياتها ما زالت زي ما احنا شفنا احنا المشاهدين تختلف، لسه في سيناريوهات، في سيناريوهات مطروحه. صحيح. والابواب مفتوحه امام كل السيناريوهات. صحيح. ولكن خلينا نخصص شوي. تمام. خلينا نكون اوضح شوي مع. تمام. الناس، لانه احنا دخلنا بفتره زمنيه. صح. نوعا ما قريبه جدا صارت. صحيح. اعطيني تسلسل زمني، متى متوقعين زخم الثلوج، وبدناش يعني بعرفش يمكن بدري نحكي عن ارتفاعات، خلينا نضل نحكي بشكل عام. اليوم المساء بتبين معنا الارتفاعات، ببين معنا كل إشي. الثلوج متى حاضرة بزخم عالي محمد؟ متى الثلج يعني من الآخر؟ سؤال صعب أسامة. أنا ما رح أتجاوز هذا السؤال، يعني حتى صباح هذا اليوم جدت شفت، يعني كنا مثلا عبر قناة رؤية سألت نفس الشيء، يعني. صحيح. السؤال مطروح، هذا السؤال الأقوى والأهم في المملكة حاليا. إحنا اللي عم نعاني منه أسامة في هذا المنخفض تحديد، حتى أنا بعض الأصدقاء والمسؤولين بيسألوني طب أول مرة إحنا عم نتأخر بتحديد تفاصيل، شرحت السبب إنه مراكز الاستشعار عن بعد واللي هي هاي اللي شفناها المحاكاة الحاسوبية
كل تقريبا مركز عم بعطينا سيناريو ما بحكي سيء لكنه مختلف عن الآخر. هذا الأمر بيجعلنا في تحدي في إعطاء التفاصيل الصحيحة. ولكن إحنا في طقس عرب طورنا شغل الآن راح نشوفه اللي هو نموذج محلي. تمام. راح نروح نشوف تقريبا تسلسل زمني قدر المستطاع. لا يعني نتمنى بالضبط إنه نحكي مع بعض بتفاصيل. حلو. خلينا بنحكيها تفاصيل عامة ولكن بدنا نعرف إنه متى الثلج راح يبلش. تمام. متى أكثر إشي متأكدين منه بموضوع هطول الثلوج عشان الناس بلش تستعد. 100%. أها. شوف بدي نروح هذه يوم الثلاثاء. تمام. نعم. هذه خرائط الهطول. خلينا نمسك خرائط الهطول ونشوف الهطولات كيفية اقترابها من المملكة. تمام. هذه يوم الثلاثاء الساعة تقريبا بعد الظهر. المملكة تقريبا خالية من أي هطولات. نتوقع في رياح نشطة. يوم الثلاثاء الطقس أو ما هو علميا معروف في جبهة هوائية دافئة مرافقة للمنخفض. دائما كل منخفض جوي في جبهة دافئة أو جبهة باردة. صحيح. فخلو المملكة من الأمطار أو حتى وجود بعض الأمطار البسيطة في شمال وشرق المملكة جنوب وشرق المملكة. الأجواء يوم الثلاثاء أجواء رياح نشطة ولدينا أيضا ارتفاع على درجات الحرارة. لو رحنا للثلاثاء يعني أنا عم بمشي معك تقريبا ساعة بساعة. نلاحظ كيف بداية تشكل هون بدأت ما يسمى بجبهة هوائية باردة بعبور المملكة. عم نحكي عن الثلاثاء تقريبا الساعة هذه الرابعة بتوقيت غرينتش يعني ستة بتوقيت ستة مساء بداية عبور جبهة هوائية باردة. بمعنى آخر يتوقع أن تبدأ أمطار بالهطول في المنطقة الشمالية كما بنلاحظ ما بعرف إذا مبيني معك. نعم. والمنطقة الوسطى وأيضا المرتفعات الجبلية الجنوبية هون بداية هطول أمطار. هذه الأمطار قد تكون بشكل كبير مترافقة مع البرد لأنه هاي جبهة هوائية باردة فعالة معها هواء بارد للغاية. هي بالأصل هي جبهة باردة خلفها هواء قطبي فبالتالي نتوقع انقلاب جذري على درجات الحرارة ما بين النهار وساعات المساء. أوكي. هلا لما بنمشي بالوقت راح نلاحظ أسامة شوف كيف تعمق الهطولات في ساعات ليلة الثلاثاء الأربعاء يعني مساء يوم الثلاثاء. نلاحظ المناطق الشمالية الوسطى الجنوبية المرتفعات طبعا حتى وصلنا واضح انه كمان يعني هون احنا بنحكي عن محمد وين عن الجنوب هون صح هون. نعم. بنحكي قاعدين على اللون اغمق كل ما غمق اللون كل ما زاد الهطول نعم. فهذا النموذج المطور محليا عم بيشير لنا الى انه مثلا عندنا هطولات جيدة جدا على مرتفعات الشراء. غالبا أسامة هذه المناطق على الاغلب ستكون الهطولات بها ثلجية على المرتفعات العالية او قمم جبال الشراء العالية في ساعات مساء يوم الثلاثاء. المنطقة الشمالية والوسطى على شكل زخات برد أخف يعني أخف واضح أنه أخف نعم اللون أخف وزخات. نعم. برد أكثر من كونها ثلج متراكم محمد ولا مش ما فيش تفاصيل الثلج على أمامنا. جبال الشراء قد يكون متراكم هو طبيعة المناطق تفرض التراكم على فكرة. أوكي. يعني جبال الشراء في مناطق مثل الرشادية الشوبك والهيشة حتى جهات جبل مبرك هذه ما ترتفع احيانا الى 1600-1700 متر فهي طبيعتها شاهقة شو ما اجت متراكم 100%. نعم. درجات حرارة متدنية في تلك المناطق. فهذه التوقعات اللي تقريبا مع ساعات مساء الثلاثاء معظم المناطق فيها امطار او هطولات طقس سيكون يتحول لبارد الى شديد البروده رياح نشطه وايضا لدينا تساقط زخات من البرد على المناطق الشماليه والوسطى وزخات ثلجيه على المناطق هذا مساء الثلاثاء على الاربعاء ولسه لو نقدر نمشي كمان بالوقت راح نلاحظ معنا انه استمرار يعني هذه تقريبا اسامه الثلاثاء منتصف الليل منتصف تقريبا الليل. تمام بنلاحظ لساتنا بنحكي قاعدين على هطولات موجوده ولكن يمكن بشكل اخف محمد صح صارت التركيز بيصير بهذا المسار الغيم يمشي يدخل من تقريبا بحر غزه باتجاه المنطقه الوسطى في فلسطين والقدس ومن ثم الى شمالي العاصمه عمان جرش عجلون السلط وايضا باتجاه المنطقه الشماليه. هنا في هذه الفتره تصبح الامطار مخلوطه بالثلج فوق المرتفعات الجبليه العاليه لانه بيكون في هواء بارد عم بدخل وتنتظم الهطولات في هذه المناطق وتخف تدريجيا في المنطقه الجنوبيه لانه الجبهه البارده بتكون عبرت والذي يتسبب الفعاليه في المنطقه الجنوبيه هي طيب. الجبهه ممتاز البارد. حلو صباح الاربعاء راح يكون ابيض ولا برضه لسه مش مبين معنا شوف سؤال صعب ولكن لو مشينا على برضه مساعات مساء يعني لفجر الاربعاء بنلاحظ انه مسار الهطولات زي ما بنلاحظ ما زالت على المنطقة الشمالية بما فيها الشمالية وأجزاء المناطق الوسطى بما فيها عمان. هذه المناطق المرتفعات العالية منها ممكن يكون فيها تساقطات ثلجية. خلينا نحكي على التراكم لاحقا لكن مبدئيا ممكن إحنا بعد منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء نشوف تساقطات ثلجية على المناطق العالية بما فيها أعالي العاصمة عمان المناطق المرتفعة جدا من العاصمة عمان. نعم. المناطق المرتفعة في المنطقة الشمالية بنحكي عن مثلا
مناطق صخرة وعبين وعبلين وراس منيف ومنطقة القاعدة، هذه المناطق جميعها ممكن يكون فيها تساقطات ثلجية بعيدة منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء. ممتاز. وساعات فجر الأربعاء. ملاحظ أسامة لسه في شوية ثلج احتماليته وهطولات على المنطقة على الجنوبية، لكن خلاص صارت الزخم الأكبر الآن للمسار الجديد للكتلة. ممتاز. الآن لو نمشي راح نلاحظ شغلة كثير هامة أسامة. هنا أنا بدي أتوقف وأورجيك شو اللي عم بيصير معنا. وين راح تسألني أنت وين اختفت الهطولات؟ صح، هون إحنا عم نحكي صباح الأربعاء، بلشنا الساعة 5 صباحاً. صحيح. الهطولات اختفت يوم الأربعاء. نعم. الأربعاء صباح سألتني هل ممكن يكون صباح أبيض؟ نعم. هنا التحدي. الآن يوم الأربعاء صار عنا عبرت أول جبهة ثلاثاء المساء، مشت هذه الجبهة، تتراجع تأثير الجبهة موجودة منخفض في منطقة الشرقية البحر المتوسط. تمام. ولكن زي ما نلاحظ إنه عموم مناطق هناك أصبح بها تراجع في الهطولات. ومنلاحظ أنه زخم الهطولات انتقل إلى شمال الأراضي الفلسطينية باتجاه لبنان. صحيح. وأصبحت فقط هطولات إحنا بنسميها محلية الطابع، هذه هطولات موجودة مثلا في هذه المنطقة في غرب عمان، في الرشادية، في جبال أشرة، وتكون غالبا على شكل زخات ثلجية لأن الهواء بارد جدا الموجود. نعم. المتمرد فأي إشي راح ينزل حينزل ثلج، حينزل ثلج، ولكن طبعا ما في انتظام بالهطولات، ما في جبهة هوائية. طبعا. الطقس بارد. هنا في هذه الحالة أسامة صباح يوم الأربعاء رياح شديدة تصبح، غبار ممكن يكون موجود قادم من الأراضي المصرية لأن المناطق المصرية ستكون متأثرة برياح قوية. تمام. وانخفاض وباردة إلى شديدة البرودة في أغلب المناطق، بل وتكون قارصة البرودة. ممتاز. خلينا إحنا نروح على الزبدة زي ما بيحكوها محمد. هاي. الأربعاء عم بمشي الوقت خلال اليوم، وصلنا لغاية الساعة 10 مساء تقريبا، منتصف النهار. نعم. 10 صباحا. 10 صباحا عفوا. بتوقيت جرينتش يعني تقريبا منتصف النهار. في الأردن ترجع الهطولات زي ما ترجع تدريجيا. أول شيء هي الجبهة جديدة. حلو. خلينا نشوفها بعين الاعتبار، هذه الألوان تنم على وجود الجبهة الهوائية الجديدة. المتوقع أن يبدأ تأثيرها في المنطقة الشمالية، وبالتالي الأربعاء نهارا متوقع أن تكون المنطقة الشمالية تحظى بأجواء باردة غائمة، أمطار غزيرة. نعم. مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، وأيضا تتساقط الثلوج فوق الجبال العالية الشمالية، جبال جرش وعجلون العالي. يعني الأربعاء صباحا على الساعة 10 مهارا. نعم. تقريبا نحكي راح يبلش أو راح تبلش الهطولات الثلجية من الشمال، من المنطقة الشمالية، ولاحقا المفروض انها تمتد للوسط بعد اذن الله ان شاء الله. هلا حصير. نعم. في الوسط والجنوب، الوسط والجنوب عليه هطولات محلية الطابع وليس ضمن تأثيرات الجبهة. تمام. فبالتالي زي ما ملاحظ هذه الألوان في المنطقة الوسطى والجنوبية. نعم. هي هطولات محلية الطابع، تستمر الرياح الشديدة، يستمر. نعم. الغبار، غيوم وأجواء متقلبة في المنطقة الوسطى والجنوبية، فبالتالي بنتوقع في الوسط والجنوب بما فيه عمان زخات متقطعة من الأمطار والبرد والثلج بحسب الارتفاع عن المنطقة. الشمال أموره مختلفة تماماً، سنسمع أنه الشمال في ثلج ومطر وأموره تمام، بينما الوسط والجنوب أمور متقطعة، واضح علينا الهطولات كيف راح يكون شكلها. حلو. هذا بالنسبة للأربعاء نهارا. طبعا تدريجيا زي ما بتشوف أسامة تتقدم هذه الجبهة، هون اللي احنا بدنا اياه محمد 100%. هلا احنا وصلنا. مع ساعات مساء الأربعاء عن تقريبا بنحكي عن ساعة 2 وبعد حتى 3 15 يعني تقريبا ساعة المساء يعني 5 مع ساعات المغرب. ميم. تصل الجبهة الهوائية الى المنطقة الوسطى من المملكة، وبالتالي ايش يعني وصول الجبهة الهوائية؟ يعني انتظام الهطولات، بطل متقطع، حيصير هطولات غزيرة، برد، ممكن عواصف رعدية، بضل طبعا المنطقة الشمالية بنفس السياق، بس زي ما شفنا بجزء نورجي مرة ثانية هي الامتداد اللي صار. كنا في الشمال تدريجيا امتدت الجبهة، امتد للوسط 100% بالضبط. نعم. نزلت. أيوة. على الوسط من الشمال الوسطى. نزلت للوسط. هون اللي بنحكي عن نقدر نسميها، ما بعرف نقدر نطلق عليها زخم الحالة. صحيح. إذا هون صحيح. يعني لجميع المشاهدين اللي عم بتابعونا عم نحكي الكل عم بسأل سكان الشمال، سكان الوسط، وأيضا الجنوب، متى الثلج الفعلي؟ صحيح. متى الثلج اللي حيكون نزول الثلج فيه منتظم؟ عم نحكي عن مساء يوم الأربعاء. صحيح. أي الزبدة. صحيح. حلو. مساء الأربعاء دخلت الجبهة المناطق الوسطى، انتظام المطر والبرد. تمام. وحتى الثلج بيصير منتظم حتى في تساقطه على المناطق المرتفعات الجبلية. أسامة أنا بعتذر إني ما راح أقدر أعطي ارتفاع الآن، أنا ما بدي أعطي ارتفاعات، ولكن بقدر أحكي إنه بعض المرتفعات في العاصمة معرضة في هذا الوقت لتساقط الثلج. بقدر أحكي إنه مرتفعات الشمال والوسط بما فيه مرتفعات البلقاء، مرتفعات جرش، مرتفعات عجون، كل هذه المناطق مرشحة لهطولات ثلجية منتظمة. لما نحكي منتظمة يعني متراكمة. متراكمة. الثلج. ومبين معنا كم ساعة محمد. هل راح يستمر الهطول؟ هل راح نشوف؟ حلو. بس بدي أحكي ملاحظة على المنطقة الجنوبية، ما زالت المنطقة الجنوبية في هذه الحالة هي هطولات محلية الطابع متقطعة، لا يمنع أن تكون ثلجية متراكمة بسبب فرق الارتفاع العالي في المناطق الجنوبية. طبعا. لو كملنا بنفس السياق بنلاحظ أسامة وصول هذه الجبهة
إلى مناطق أكثر جنوباً. برضو لسه عم تتعمق 100%. والمناطق ما زالت الشمالية والوسطى من المملكة عم تتعرض لهطولات ممتازة من الناحية المطرية والثلجية. وزي ما أنت ذكرت زخم الحالة مساء يوم الأربعاء بسبب عبور هذه الجبهة واقتراب الهواء البارد، فأصبح لدينا وضوح بأنه زخم الحالة الأكبر يبدأ من مساء الأربعاء بمشيئة الله تعالى، سواء مطرياً أو حتى تمام. هذا وهي المعلومة الجديدة اللي إحنا حابين نحكيها للمشاهدين اللي عم بتابعونا، إنه إحنا مشاهدين الأعزاء حسب ما تفضل محمد الشاكر شرحنا وشرحنا كل إشي، ولكن الزبدة في الموضوع إنه إحنا أمام يوم الأربعاء صباحا، خلينا نحكي من الساعة 10 اوكي، راح تبلش البطولات الثلجية راح بالشمال نعم، راح تستمر ما بعد الشمال مساء راح توصل للوسط. صحيح. حلو. ولو استمرينا بنفس بذات السياق عم نلاحظ انه لاحظ الجبهة اصبحت تصل مرتفعات الكرك، يعني احنا متحدث هنا اسامة تقريبا على منتصف ليلة الخميس اربعاء الخميس بتكون خفت على الوسط محمد ولا ما زال البطولات في الوسط ليست بزخم ما قبل. الجبهة بعد ما تعبر يبقى في عنا سحب تعبر المناطق الشمالية والوسطى، هذه السحب طبعا تكون بنفس قوة احيانا السحب التي تترافق مع الجبهة لكنها اقصر زمنيا. تصل الهطولات الى منطقة مرتفعات الطفيلة والكرك، وبالتالي اخواننا في الكرك والطفيلة ربما تتعرض مرتفعاتهم العالية لساعات ليلة الاربعاء الخميس، تساقطات ثلجية في تلك المناطق. المناطق الجنوبية التي تحت هذا الخط اللي هي مثلا تحديدا مرتفعات رأس النقب، مرتفعات الطيب الجنوبية، حتى مرتفعات الشوبك، مرتفعات أم الدامي على حدود السعودية الأردنية، جميع هذه المناطق هي هطولات غالبا محلية الطابع متقطعة غير منتظمة. أما الجبهة الهوائية فهذه واضحة بشكل واضح أنها وصلت إلى المنطقة، منطقة الكرك والطفيلة. المناطق الشمالية والوسطى اللي هي مثلا في العاصمة والشمال تصبح هطولات متقطعة بعد عبور الجبهة، ولكن لا يمنع أن تكون كثيفة أو غزيرة بحسب المناطق وعلى فترات. هذا ليلة الأربعاء على الخميس، وزي ما بنشوف قاعدين شو راح يصير، لساتنا عم نحكي على المزيد من السحب للمنطقة الوسطى بما فيها العاصمة عمان. نعم. بنلاحظ تراجع عن الحالة في المنطقة الشمالية وهذا صح. طبيعي. نعم. لأنه خلاص زخم الحالة انتقل، وبنلاحظ امتداد الهطولات بشكل جيد إلى مرتفعات الرشادية والقادسية، مرتفعات الشوبك، مرتفعات أيضا أعالي وادي موسى، مرتفعات رأس النقب، جبل مبرك أيضا تصل إلى منطقة جبل أم الدامي. هذه مناطق أيضا تصل إليها على ما يبدو تبعات هذه الجبهة بعيدة منتصف ليلة الأربعاء على الخميس. اللون الغامق محمد هذا وين بالضبط؟ الرشادية هذه منطقة مرتفعات الكرك تحديدا الكرك. نعم. وأيضا يمتد منه لون أيضا يمتد إلى لون أيضا إلى مرتفعات الرشادية والقادسية، مرتفعات الطفيلة، مرتفعات هسه هيك الكركية والطفايلة راح يرجعوا يذبحوا بعض هو فعلا يعني مركز السحب هالمرة ماخذينها الكركية الكركية المرة هاي بدنا نتابع معهم وبنشوف يعني بين الكرك والطفيلة واضح إنه في تمركز لهذه الجبهة في ساعات ما بعد منتصف ليلة الأربعاء على الخميس. طبعا بعد ذلك أسامة اللي ممكن يصير تعود مرة أخرى لأنه بتحرك المنخفض نحو الشمال والشمال الشرقي باتجاه العراق، تصبح الهطولات تعود مرة أخرى، لكن تصبح تعود المنطقة الوسطى من جديد، زخمها مرة أخرى يعود إلى المنطقة الوسطى كما بنلاحظ. تستمر الهطولات بالتواجد في هذه المناطق ويستمر تساقط الثلج على مناطق خاصة العالية مع ساعات صباح يوم الخميس. ويعني أعتقد أنه إحنا وصلنا نهاية التحديث لحد الآن واصل، ولكن يعني بمؤشرات النماذج العددية أنه بعد ذلك مع بعد ساعات صباح يوم الخميس يتحرك المنخفض الجوي مبتعدا عن المنطقة، يتحرك معه الكتل الهوائية، الكتلة الهوائية القطبية، يستمر وجود تيارات هوائية بشكل عام على المنطقة في ساعات لاحقة من يوم الخميس، تبقي بعض الهطولات المطرية أو الثلجية على المناطق العالية بمشيئة الله تعالى. 100% تفاصيل محمد وافية وكافية وواضح أمام الجميع أنه ثلوج متراكمة، في عندنا ثلوج متراكمة صحيح. ثلوج غزيرة، نعم في عندنا ثلوج غزيرة تمام صحيح. ولكن تفاصيل التراكمات، تفاصيل الارتفاع صحيح. نتركها لليوم مساء صحيح. لأنه اليوم مساء أتوقع خلاص نسبة الدقة في النماذج العددية المفروض كلها تجتمع على سيناريو صحيح. محدد، ولكن صحيح. سؤال محمد، هل مازال الباب مفتوح أمام تعرضنا لعاصفة ثلجية ولا ضعف هذا الموضوع؟ يعني شوف أسامة، هو سؤال صعب. العاصفة الثلجية بده يكون فيها شروط. حتى إحنا في تصنيفاتنا للمنخفضات الجوية لما نحكي إنه في عاصفة شتوية فيها شروط للوصول إلى مرحلة العاصفة الشتوية. العاصفة الشتوية تعني إنه هناك هطولات قوية لفترات طويلة زمنياً، نحكي عن أكثر من 12 و14 و18 ساعة، نتحدث عن رياح شديدة، نتحدث عن منظومة جوية متكاملة. أنا ما بقدر أشوف
حاليا حسب الخرائط الحالية أن المنظومة القادمة هي متكاملة بكامل الشروط لعناصر العاصفة. نعم. ثلجية تحديدا. نعم العاصفة يعني ثلجية. عم بشوف أنه في تقطع، يعني شفنا في احتمالية ثلج الثلاثاء الأربعاء، انقطاع معظم ساعات النهار في مناطق معينة بما فيها ممكن بعض مناطق الوسط نهار يوم الأربعاء، عودة مرة أخرى ليلة الأربعاء الخميس، انتقال الزخم لمنطقة الجنوب، عودته شوي للشمال، يعني أمور موضوع العاصفة مش واضح، يعني شايفين أنه في ثلجي ممكن تكون بنهاية المطاف، في تساقط ثلجي. العاصفة الثلجية اليوم غير وارد. ما بنسمي غير واردة، لكن غير متشجعين لإلها حاليا بحسب آخر الخرائط، لكن شايفين أنه في ثلجة بالآخر عندنا في توقعات أنه على ما يبدو خاصة زخم زي ما حكيت الحالة ليلة الأربعاء على الخميس، في زخم جيد بأن تتعرض مناطق ومرتفعات عديدة لتساقط ثلجي متراكم. طيب أرجع لزخم الحالة ليلة الأربعاء على الخميس، والواضح أنه بعد مشيئة الله يعني بعض المناطق وجزء من المناطق راح تتعرض لهطول ثلجي راح نصبح عليها الخميس بيضة، ولكن أحكي عن مدة الهطول برضو المنتظم. محمد كم رح نتعرض لهطول ثلجي منتظم ممكن يكون غزير؟ 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات؟ يعني بدي أجاوبك من خلال النموذج تبعنا. تمام. تمام. لو بدنا نحسب من تقريبا هذه الساعة ببلش هطول منتظم. تمام. أسامة قديش عندك؟ تقريبا 12 جرينتش. أوكي. تقريبا يعني بنحكي ناخد مثال العاصمة عمان، يعني تمام. لو أخذنا مثال العاصمة عمان تمام ببلش تقريبا 12 UTC أو ما هو مسمى بمبدأ اللي هو جرينتش، بظل عندنا هطولات منتظمة تقريبا بقوة وكثافة بقدر أحكيك لهاي الساعة قديش؟ عم نحكي عن تقريبا 9 ساعات. تقريبا في 9 ساعات من الهطولات المتواصلة المنتظمة الكثيفة. نعمة. ممتازة يعني. نعمة. وبعد ذلك كما ذكرنا تنتقل لمناطق أخرى، لا يعني بعد ذلك انقطاع الهطولات، إنما يصبح الهطولات متقطعة. وتصبح على فترات متباعدة أحيانا من ناحية الزخم. نعم. والأوقات. 100%. محمد بدي أشكرك، الأمور أتوقع صارت أمامنا كثير واضحة، الأمور مفتوحة، ما زالت يعني للتطور أكثر، ولكن تراجع أكثر من هيك ما أتوقع، يعني إحنا بلشنا ندخل بمرحلة الثبات شوي. صحيح. محمد صحيح. نتمنى أنه ربنا يكرمنا بأكثر من هيك، ونتمنى أنه يكون في يعني تطورات. راح اليوم مساء طقس العرب، وانا حاب اعلنها عبر برنامج جوك انه طقس العرب اليوم مساء ان شاء الله راح يتم اعلان تصنيف المنخفض. صحيح. راح يتم اليوم مساء ان شاء الله اعلان الارتفاعات اللي ممكن يعني خلينا نحكي تتساقط عليها الثلوج. صحيح. وممكن اعلان اليوم حيكون عن توقع للتراكمات محمد، ولا يعني خلونا قدام اعتقد غدا التراكمات. غدا التراكمات لانه بدنا نعتمد على تحديثات المزيد من هذه النماذج المحليه. يا رب. وزي ما قلت لك مساء اليوم يا رب. اذا الله يعطيك العافية جميعا. يعطيك ألف عافية محمد. أنا بشكر وجودك معنا، معلومات قيمة، وأتوقع هلأ الكل صار فاهم أنه إن شاء الله راح نتعرض لثلوج، زخم هاي الثلوج والهطول المنتظم تبعها حيكون ليلة الأربعاء على الخميس، نتمنى خميس إن شاء الله صباحا أبيض بالعديد من المناطق. تابعونا دائما أولا بأول عبر طقس العرب، عبر موقع طقس العرب، وأيضا عبر التطبيق الخاص بطقس العرب، لأنه راح تبلش توصل تنبيهات وتكون الأمور 100%. شكرا لك محمد مرة ثانية. شكرا على وجودك. إن شاء الله يا رب مشاهدينا الأعزاء عبر برنامج جوك يكمل يومكم على خير وتكون الأمور 100%. لنا لقاءات خلال هذا الأسبوع إن شاء الله أولا بأول معاكم عبر برنامج جوك وعبر موقع طقس العرب. الله معكم.